هل انا فاهم صح ولا غلط؟ اكيد دايما بيقولك اقرا الفاين برينت، دايما يقولك اقرا الخط الرفيع. ما اعرفش بقى الخط الرفيع ده هيبقى فيه ايه بالظبط، في محاذير معينه، في قواعد معينه. نسال المهندس محمد ابراهيم، برحب بحضرتك معانا يا فندم، رئيس قطاع حوكمه السوق في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اهلا بيك. اهلا يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. يعني ايه بقى انه الانترنت هتتوفر مجانا لكبار السن ابتداء من سن 60 سنه؟ تمام يا فندم، هو الجهاز في الفتره الاخيره تبنى استراتيجيه لحقوق المستخدمين، وفي الاستراتيجيه دي اطلقنا العديد من المبادرات للمستخدمين، وابتدينا بعد كده نستهدف فئات بعينها من المستخدمين. ابتدينا باخواتنا من ذوي الهمم، اطلقنا العديد من المبادرات ليهم، وممكن نتكلم لو عند حضرتك وقت في المبادرات اللي اطلقناها لاخواتنا ذوي الهمم. وكمان النهارده استكملنا المبادرات الاخرى لفئات معينه اللي هي اخواتنا واهالينا من كبار السن. المبادره دي بتنقسم لجزئين، الجزء الاولاني ان عشان اي حد يتعاقد على خدمه التليفون الارضي او الانترنت الثابت كان لزاما عليه ان هو يروح الفرع الشركه ويبدا في اجراءات التعاقد، وزي ما حضرتك عارف ان الاجراءات دي بتاخد وقت، وده ممكن يبقى في مشكله لاهالينا من كبار السن. وجهنا لشركات المحمول ان يتم التعاقد ده في المنزل، وبالتالي يستطيع اخواتنا واهالينا من كبار السن يتصلوا بخدمه العملاء لشركات الاتصالات، ويجي لهم المندوب البيت بالورق والعقود، ويبدا يتعاقدوا على الخط الارضي او الانترنت الثابت بدون مقابل. أي. اللي بدون مقابل هي خدمه الانتقال من السنترال الى المنزل، وبالتالي ده ادخال الخدمه. ادخال الخدمه بالظبط كده، بدون مقابل. بدون مقابل، لان الخدمات اوريدي ليها اشتراك شهري، ده بتحصل على الشركه مقابل تقديم الخدمه. ولكن خدمه الانتقال الى المنزل دي كانت خدمه بتقدمها الشركات بمقابل حاليا وبرسوم. الجهاز اصدر تعليماته للشركات ان ما ياخدوش مقابل لهذه الخدمه او رسوم الانتقال الى المنزل، وبالتالي كده سهلنا لاخواتنا واهالينا من كبار السن ان هم يحصلوا على الخدمات. وكمان عشان كورونا والفتره اللي هم بنمر بيها، وده داخل فيه البتاع الراوتر. لا ده ملوش علاقه بالراوتر، هو التعاقد نفسه. التعاقد بس دول احنا بنتكلم في متوسط مبلغ قد ايه يا فندم تقريبا؟ لا يعني على حسب، بتختلف من شركه لشركه، في شركه بتعمل 100 200 300 على حسب الخدمه اللي احنا بنتكلم على اكثر من خدمه سواء الانترنت. فهو هيطلب الخدمه، مش هيدفع بدايه التعاقد، يبدا يستخدمها وياخد الباكج بتاعته او الباقه الشهريه وخلاص. مش هيدفع الرسوم الانتقال الى المنزل. ماشي. التعاقد نفسه، ودي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه كمان انه هو لو راح الفرع عشان يحصل على اي خدمه من الخدمات الموجوده او يبقى ليه الاولويه، بحيث ان هو كمان ما يقعدش فتره طويله في الفروع. كده فيما يتعلق بالكبار السن. لو حضرتك عايز كمان نتكلم على ذوي الهمم، لان احنا اطلقنا ثلاث مبادرات ليهم كمان من فتره، نحب ننوع عنهم ان عندهم برضو كول سنتر النهارده موجود لتلقي الخدمات والتواصل مع الجهاز عن طريق لغه الاشاره، ودي حاجه مهمه جدا موجوده عشان لو عنده اي مشكله في الخدمات دي. كمان عندهم خط محمول بنسبه تخفيض 50%، يعني يستطيع انه يروح لاي فرع من فروع شركات المحمول ويسال على خط ذوي الهمم، وبالتالي يحصل على هذا الخط بنسبه تخفيض 50%. وكمان لو راح اي فرع من الفروع زي ما احنا قلنا لكبار السن يستطيع الحصول على الخدمات باولويه وغيره، والفروع كمان تكون مهيئه لاستقبالهم عن طريق الرامبات وتطبيق الكود الهندسي. كله بقى سواء ذوي الهمم، سواء كبار السن، سواء اي حد، احنا اخبار جوده الخدمه ايه في تقديركم لغايه النهارده؟ عشان احنا بنمر بفترات كده يحصل فيها اللي هم بيسموه حضراتكم كخبره بيسموه الدروبت كولز، المكالمات اللي بتتقطع، تبقى في وسط البلد والمكالمه تتقطع، تبقى على في اماكن عاديه جدا استراتيجيه جدا، ومره واحده الخدمات على مستوى المحمول او على مستوى الانترنت تتقطع. احنا دلوقتي كل ثلاث شهور بنصدر تقارير خاصه بجوده الخدمه، والتقارير دي بنبين فيها الاماكن اللي فيها مشاكل في الخدمه والاماكن اللي تم تحسينها. زي ما حضرتك بتقول في بعض الاماكن فعلا، واحنا اعلنا عن ذلك ان فيها بعض المشاكل في الخدمات، وبناء عليه الجهاز يعني سمح للشركات باستخدام الطرادات الجديده مؤخرا، ودي هتساعد كتير جدا في تحسن الخدمه. كمان سمحنا لشركه الابراج احد الشركات العالميه الموجوده مع شريك محلي ان هي تبتدي كمان في بناء الابراج، وبالتالي ده هيساعد
في تحسين الخدمة. في بعض المناطق فيها بعض المشاكل، ولكن مؤخرا ابتدت الخدمة تدريجيا يتم التحسين فيها. إن شاء الله على بداية العام القادم مع دخول الترددات كاملة للخدمة هيكون في تحسن كبير جدا إن شاء الله في الخدمة سواء الصوتية أو خدمة. أتمنى ذلك قريبا جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس محمد إبراهيم.